على بعد أمتار من جدار الضم والتوسع الذي يفصل قلقيلية عن أراضيها المسلوبة وبجانب القطار الرمزي للعودة، نظمت مديرية التربية والتعليم وحركة فتح والقوى الوطنية ولجنة خدمات اللاجئين فعالية لإحياء الذكرى 75 لنكبة فلسطين. وهذا اليوم اللي بمر عليه 75 عام اللي بنحيي فيه ذكرى هذه النكبة، هذه الجريمة المستمرة التي لم تنتهي ومنذ أكثر من 75 عاما وما زالت تتجدد في كل يوم، في ظل وجود حكومة إسرائيلية متطرفة. بالتالي نحن اليوم مطالبون أن نكون أكثر وحدة وتماسك وصمود وثبات. فلسطين لنا ونحن أصحاب الحق التاريخ فيها ومتجدرون، ولن نرحل منها وسنبقى. وبمشاركة طالبات مدرسة الشارقة، أكد المشاركون على رسالة هذا الحفل التي أرادوا إيصالها للأطفال ومن خلالهم أن حق العودة لا يسقط بالتقادم. ورسالة التي نوصلها للعالم بأن لأطفالنا الحق في العودة، ولهم الحق في العيش أسوة بأطفال العالم بسلام، وحق العودة لا يسقط بالتقادم، هذا حق تتوارثه الأجيال جيل عن جيل. الأباء والأجداد يموتون ولكن الأطفال إن شاء الله يرثون هذا الحق. مدينة قلقيل التي سلبت أراضيها وهجر إليها آلاف الفلسطينيين من القرى المجاورة تعيش نكبات متتالية في كل يوم بفعل جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد كل ما هو فلسطيني. من مدينة قلقيل، أحمد شاور، تلفزيون فلسطين.